ريال تايم من غير ما نقول أي كلام. وبتبقى ريف نقطة تاني ما نقول بقى بكلام. البعيد الخيط القصير البعيد يبقى هربط بالصباع البعيد اللي هو الاندكس. طالما هربط بالاندكس يبقى همسك بالميدل والثمب او الرينج والثمب واعمل اللوب بالاندكس. التركية في الربط ان تخلي الخيط على طرف الصوابع وتمسك بطراطيف الصوابع وتخلي الحاجات رايت انجل وتنس شوية، مش لوس ولا فيري تنس. واجيب التاني رايت انجل برضو بقى فليكس اكستنت، عديت الخيط الناحية التانية اهو وجبته ناحيتي. الخيط البعيد الأزرق اللي كان بعيد بقى ناحيتي، لو بقى ناحيتي هربط بالصباع على ناحيتي اللي هو الميدل. لما هربط بالميدل يبقى همسك بالإندكس والثمب برضو تنس شوية وعلى الطراطيف على طرف الصابع وزاوية قايمة وزاوية قايمة هنا فليكس اكستنت وعدي الناحية التانية وأديه هناك برضو ريف نوت. هحاول اعمل له هو مثلا جوه كده في صوابعي مش بالتبس، هيبقى كارثة يعني مش هعرف اربط خالص عشان مش على التب. هعمله هي لوز برضو مش هعرف، لازم يبقى على التبس بتاعت الصوابع اهو. فليكس اكستند وعدي الناحية التانية تاني اهو اهو. في ناس بدأت تعمل الاندكس دي كده بصباعين مش بصباع واحد، بتبقى أسهل. بعرف أمسك الخيط كده وأعدي الناحية التانية وكده الناحية دي أهو ضفيرة أهي تاني أهو. طبعا لما الخيط بيقصر صباعين بيبقى أصعب، عشان كده الواحد أصلا متعود على إنكس بس. تمام.